حضرتك عندي مشكلة، بقى متجوزة بقالي 8 سنين. أنا متجوزة بقالي 8 سنين اتفضلي. ايوه وجوزي على طول بيهني وعلى طول بيشتمني من غير أي سبب، وأنا والله العظيم بعامله بما يرضي الله، ايوه يا حول. فأنا مش عارفة أتصرف إزاي، وكله بقى أكلمه كلمة، يعني لو طلبت منه أي طلب يقول لي أنا معيش، ما مش عارفة نعمل إيه. زهقت لدرجة إن أنا حالتي النفسية اتدمرت، تمام. حالتي النفسية اتدمرت معاه، ما عادش قادرة نعيش معاه أكتر من كده، فأنا نعمل إيه؟ أنا خلاص فاض بيا والله. شكرا وبدا انت عايزة ايه؟ بيسألك انت عايزة ايه؟ قرارك الداخلي. ايه قرارك الداخلي؟ مش عارفة، أنا ما عادش عارفة نتخذ أي قرار، ما عادش عارفة نتخذ أي قرار ذاك، يعني لدرجة إن هو كل ليلة بنايمني معيط. لا ما ينفعش. معلش يعني بيهن قدام أهله وكده، ما ينفعش. والإهانة ما فيش أي حد يستحملها. أنا أصلا من الأول أنا كنت ما كنتش عايزاه، بس هو النصيب حكم بكده. طب وأهلك أنتِ فين؟ أهلي ما بنرضاش نشكلهم أي حاجة عشان ما نشعلش الفتنة والله. طيب تنصح بإيه؟ تمام. نفس القضية الأولى، من دون سبب، من دون أذية، دائما هذه تعاني منها كثير من بناتنا في الوطن العربي، الضرب والإهانة وعدم حماية الأهل. أهلها ما يحمونها، هي تقول مش عايزة فتنة، بس واضح من البداية أن أهلها ما راح يسندون لها. ليش؟ لأن زوجوها غصبا عليها، هي مش عايزة. قالت لك مش عايزة، فواضح أن حتى أهلها ما يسندونها. فيعني الرسالة لها نفس الرسالة الأولى، ولكن كذلك رسالة إلى كل أب وأم لديهم بنات، اسألوا عنهم، حتى الاخوان اسالوا عن بناتكم، اسالوا عن بناتكم. حتى لو بيسالوا بيخافوا يتكلموا، يعني لابد ان في شيء راح يوضح. يعني اعطوهم الامان. لما انا اتي لبنتي واعطيها الامان اقول لها والله ما راح يبين شيء، بنتي تتشجع. عندنا صارت قضيه ان بنت تعرضت للتحرش في مكان عملها، راحت للمخفر قدمت شكوى، راح ابوها لحقها قالت تفضحينا بالمخفر، يعني الاسم الشرطه، يعني تفضحينا بالمخفر، طلعي من المخفر. خايفة تسجل قضية علشان ما يقولون فلانة الفلانية تم التحرش بها. بسبب أهلها سحبوا الشكوى، بسبب أهلها سحبت الشكوى. بعدين قاموا يتحرشون فيها بالعمل عادي ولا تقدر تعمل شيء. فأصبح التحرش فيها أمر مسلم فيه. كله بسبب الأهل اللي ما حموا بناتهم. فأنا أدعو لكل إنسان، طبعا ك ك ككلمة مني، هي الكلمة نفسها للست اللي قبلها. في الوقت الحالي مع العولمة وتسليط الإعلامي ووجود حضرتك وكثير من القنوات، الآن الصوت يصل. لا يوجد أغلبية صام، أنتم الآن صوت الأغلبية الصامتة اللي بيتصلون عليكم من كل مكان، أنتم ساعدوهم. الآن ما في شيء يختبئ. كل شخص من هؤلاء الذكور أشباه الرجال يخافون من الفضيحة. أنا أقولها بصريح العبارة، يخافون من الفضيحة. طلعوا صوتكم، علوه، والله يخافون. انتم يتسلطون عليكم بسبب عملتيه بطيب، عملتيه بما يرضي الله، ما نفع معاه. اعكس المعادله، خلاص اعكس المعادله. انا الطيب، في ناس بتعمل الطيب بعدين تطلع يقول الطيب ما بينفعش، الطيب ما يعيش في الزمن. لا، انا طيب وعايش لاني عارف اوجه طيبي فين. انا طيب وعايش لكن عارف وين اوجه طيبي، ما ادي لنفس الشخص وانتظر منه يكون جيد معي. لا، مستحيل طبعا. اديته مره ما نفع معاه، والله لا هو ولا 10 منه يبقون معي بحياتي. يبقى اللي يتاذي ما يسكتش ابدا، سواء بتحرش، سواء باهانه كلام، سواء ما تسكتوش. سكوتكم هو اللي يزيدهم، سكوتكم هو اللي يزيدهم. ايوه.